Alors, Sbahal Khair alaykoum. Je me présente d'abord. Je suis le professeur Nouria Benmoufok, chef d'unité d'oncologie pédiatrique à l'hôpital Parné, actuellement Nafissa Hamoud. Je m'occupe d'une unité qui traite tous les cancers, c'est-à-dire les hémopathies, les tumeurs solides, c'est-à-dire saratan al-dam ou l'awram al-atfal. دونك هذه اليونيتي فيها 21 سرير وتستقبل المرضى من كل ولايات الجزائر من تمرسط حتى الشرق والغرب. حبيت ندير هاد ليميسيون على جال اليوم العالمي للسرطان وهذا الميساج يعني بور موا ميساج تحسيسي لكل الاباء والاولياء باسكو انايا نتكلف بسرطان الاطفال باللي لازم الاباء عندما يشوفوا عند ولادهم حاجه اللي ماشي متعودين عليها ولا الام في البطن ولا عندما الطفل يكون عيان عندما الطفل يبان ابيض يبان هكذا بال كما نقولوا حنايا بالدرجه تاعنا لازم يشوفوا طبيب مختص لان هذا الطبيب هو اللي في اغلب الاحيان يشخص المرض ويبعث الطفل لليونيتي تاع العلاج. حنايا عندنا بزاف سرطان الدم نقول لك باللي براتيكمون 70% دي زوسبيتاليزاسيون يعني 70% هما سرطان الدم، وهذا سرطان الدم هو اللي يعني حنا نخافوه بزاف لانه يطلب علاج طويل، يطلب علاج كيميائي، والعلاج الكيميائي هذا فيه بعض كما نقولوا حنايا لي زيفي سيكوندير هادو هما اللي نخافوا منهم، لان الطفل عندما نبداو له العلاج يكون عنده نقص في المناعه، يكون عنده نقص في الصفائح تاع تخثر الدم، يكون عنده نقص في الدم، دونك يستحق الدم ويستحق لي بلاكيت ويستحق يكون في ان انفيرونمون في كما نقولوا حنايا انفيرونمون ستيريل. دونك هذه هي المهمه تاعنا حنايا كي نعالجو لازم اونكومباني سو مالاد. وعندنا ثاني لي زوتر تومور كيما لا تومور رينال لا بلو فريكونت كي النيفروبلاستوم، عندنا لي نوروبلاستوم، عندنا لي تومور اوسوز، لي تومور سيريبرال سي لو بروفيسور غاشي كي سون اوكوب او سي بي ام سي. دونك حنا متفاهمين في الخدمه وشكون يعالج شكون، سي تري امبورطون باش هي ما تكون كما قال عندها انكاباسيتي دو تريتمون وحنا ثاني يكون عندنا انكاباسيتي دو تريتمون. هذه درناها ريسامون باش نقدروا نعالجوا كامل المرضى تاع لو تيريتوار ناسيونال. الوغ سكو جو فو دير اوسي سي كو كي نشخصوا حاجه كي نشخصوا مرض يفو با تريني، ماشي قال ما نقدرش ندير هذاك السكانير ولا ما نقدرش ندير. دوك عندنا دي اسوسياسيون، عندنا الناس اللي يتكفلوا بهذا المرضى ويقدروا يعاونوا، يسوفي برك الناس هذو يتوجهوا للمصالح اللي تعالج هذا المرض، وحنا نعاونوهم ما نعاونوهمش برك في العلاج، نعاونوهم مت في تشخيص المرض، سيتازيغ اون اكتيف، باسكو سي اون لاس اون تومور ايفولوي الفا اريفي او ستاد دو ميتاستاز، اي سي ان اريفي او ستاد دو ميتاستاز العلاج يكون ثقيل وبارفوا النتيجه ما تكونش يعني كما نتمناوها حنايا ونتمناوها الاباء. دونك يعني دي كو فوزافي لي بارون، باسكو جو دوموند اون بارون دي كيشوفوا حاجه ما راهيش يعني طلقتهم في وليدهم لازم يروحوا يشوفوا المستشفى، الحمد لله مجاني، يجيو يشوفوهم اطباء مختصين بالطفل، وهذو الاطباء المختصين بالطفل عندهم يعني يعرفوا يشخصوا بعض الحاجات اللي تبين المرض هذا. اتيتخ ديكزومبل يعني انايا نحكي لكم على واحد القضيه، جاتني طفله جابوها لي بوغ نيوروبلاستوم، هذاك الوقت ما كانش عندي بلاصه ما نقدرش ندخلها باش نديرها العلاج. و كاسكو جي في جات جمعيه قلت لهم لازم لها تالي تال اكزاما لو بلو فيت بوسيبل تي كو فو لونسي ليكزاما تجيبوها لي نبدا العلاج. مالوغوزمون الطفله هذه كانت عندها ظروف عائليه ما تسمحلهاش باش لي بارون تاعها يديروا لها هذوك التحاليل، ايزون تريني جات او كورون دون كارد افيك دو غروز ادينوباتي اي لي ديسيدي لا بوتيت. يعني دونك حبيت نقول بلي حنا اوني لا بوغ ايدي باش نوجهوا هاد الاباء، نوجهوا هاد الامهات باش التشخيص يكون غابيد، باش نديروا غابيد مون تشخيص و
باش نعالجوا هاد الاطفال. فوالا لو ميساج كو جو باسي سي كو ان شاء الله كامل الاطفال تاع الجزائر والاطفال تاع العالم اللي عانيو من السرطان يشفاو ان شاء الله، وان شاء الله يقوي الناس اللي كيما بحالنا باش يديروا هذا الاختصاص. باسكو جو كاش با الاختصاص هذا ما يحبوش بزاف الناس. باسكو علاش جو فو دي ان تروك، لي جون يزون بور، يقول لك الاختصاص هذا سي لو كونسير ايغال دي سي. اي با نو، لو كونسير ايغال غيريزون. عندنا دي زونفو يجونا 23 سنة 24 سنة، أنا ديرنييغمون جي أملا تخيتي بوغ لانفون 34 سنة في عمرو، جاني باسكو إلافي أن بتي سوسي دو سونتي، إلافي بوزوان دون كارت شيفا، أون لا إيدي بوغ أفواغ سا كارت شيفا، درنا له التقرير الطبي بلي مرض بهذا المرض بالسرطان، بلي دار لا شيميوثيرابي، دار لا شيروجي. دونك هاد يفو لوتي، يفو لوتي أ تو لي نيفو، أو نيفو دو ميدسان، لي بارون، جو دي لي بارون كي ساشارن pour la guérison de leurs enfants, et bien leurs enfants guérissent. هذه هي صح كاين سرطانات الغالب الحال السرطانات كيما نقولوا خبيثه بزاف اللي تدي المريض، بصح لا بلوبار دي كونسير اكتويلمون اي غيريس اي اون اوبتيان دي ريميسيون و لا ريميسيون هذيك افيك دي زاني ايغال غيريزون. فوالا لو ميساج كو جو فو باسي، وان شاء الله كيما قال لو ميساج اي باسي سي 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 سكو جو فولي دير، وان شاء الله ربي يشفي جميع المرضى. Que ce soit Saratan ou la marvouhtar. Voilà, je vous remercie.